خيال ولا ابداع، مات ولا بغيون؟ هادو هما اسئله اللي كنحطو ولا كنتسائلو ملي كنبغيو نصبغو الدار ديالنا، وهذا هو موضوع الحلقه ديال اليوم. ما نطولش عليكم، نبداو الحلقه على بركه الله. الموضوع ديال اليوم هي الصباغه، غادي نشوفو الانواع ديالها والاخطاء اللي خصنا نتفاداوها وكيفاش نعزلو الصباغه اللي غتماشى لينا مع الدار ديالنا. نبداو الحلقه. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حلقه جديده من حلول وديكور. معكم نوال بنجلول، مصممه داخليه كوتش وكذلك فورماتريس واحد المعهد في الدار البيضاء. اللي كيعرفني مرحبا به، واللي جديد حتى هو مرحبا به. الحلقات اليوم كيف ما فهمتي وهي غادي ندويو على الصباغه. نعم، بزاف ديال التساؤلات كيجيوني ديال اين نوع ديال الصباغه، واش هاد الصباغه كتمسح، شكون اللي حسن، واش الماط ولا البغيون. اول حاجه كيف ما دائما غادي نفهمكم بعدا شنو هي الصباغه، الانواع ديالها، وكيفاش غنديروا الفرق بين الصباغات والاسميات اللي كنسمعوا في السوق اللي كنستعملوها هكا في الديور ديالنا. اول حاجه اللي خصنا نعرفوها هي عندنا الصباغه نقدروا نقسموها الى اربعه ديال الاقسام. نعم، الصباغه الاوليه وهي الصباغه العاديه احنا اللي كنسميوها، وغادي نفسر لكم حتى هي الانواع ديالها. من بعد عندنا صباغه ديكوراتيف ولا فنيه هكا كتجي ديال الديكور. من بعد عندنا صباغه هكا فنيه ولا ارتستيك، يعني كتصوب باليد كنديروا بها ديكورات. ومن بعد عندنا الصباغه اللي كنستعملوها كتكون بالبوشوار ولا بواحد المواد اللي كتكون هكا حتى هي ديكوراتيف. دونك هادو هما اربعه المهمين اللي يمكننا نصنفوا بها الصباغات ديالنا. ثاني حاجه غادي نمشيو نشوفوا الصباغه العاديه اللي كنسمعوها، هي الصباغه اللي كنستعملوها وكتكون هي ارخص حاجه. فيها جوج انواع، فيها الصباغه ديال الماء وفيها الصباغه ديال الزيت. الصباغه ديال الماء كيف ما كنعرفوا فهي اباز ديال الماء، يعني مصوبه من الماء، كتكون سهله في الصباغه، كذلك ما فيهاش ريحه. نعم، كنستعملوها في كاع المناطق لانها رخيصه وكتبقى المنظر ديالها زوين وما كتعياش، اللون ديالها ما كيتغيرش مع الوقت، وكذلك ما فيهاش ريحه. فيها غير الماط، الغسيل مع الاسف فما كتغسلش، يعني الا مسحناها فكتبقى ديك البلاصه اللي كنمسحوها كتبان لانها كيف ما قلنا اباز ديال الماء، ولا لاباز ديالها هي الماء. كنسميوها الكاوتشو، بزاف اللي كيعيطوا لها الكاوتشو ولا كيعيطوا لها الفينيل. دونك الصباغه المائيه هي الكاوتشو ولا الفينيل. من بعد غنمشيو نشوفوا الصباغه الزيتيه ولا اباز ديسونس، يعني مصوبه من ليسونس ولا من الزيت. فهاد الصباغه هادي اول حاجه فيها رائحه كتخلينا داك الريحه ديال ليسونس، يعني ملي كنصبغوا فكتبقى الريحه ديال ليسونس في الدار وخصها وقت بزاف باش كتمشي هذيك الريحه. ثانيا فهي اللون كيتغير مع الوقت، كتبدا شويه كتصفر. ثالث حاجه فهي كنستعملوها في كاع المناطق حتى هي مزيانه، خصوصا في الاسقف ديال الحمامات وديال الكوزينه. علاش؟ لانها كتخلي داك البخار وداك الزيت ديال الكوزينه ما يلصق ليناش في الصباغه الا درناها مائيه. اما الا درناها هكا ديال الزيت فهي سهله للمسيح، وكيف ما فهمتيو فهي صباغه صحيه، صحيحه ماشي صحيه على الصحه، فديال الماء هي اللي صحيه، يعني ايكولوجيك، كنلقاو فيها ايكولوجيك وعلى الصحه ديالنا مزيانه لانها غير من الماء. اما الزيتيه فهي شويه خطيره على الصحه، ولكن صحيحه، بغيت نقول صحيحه لانها كتمسح. دونك هاد الصباغه ديال الزيت عندنا فيها الماط، وعندنا فيها البغيون، وعندنا فيها سومي مات ولا سومي بغيون، يعني نص نص، نقدروا نديروها شويه لامعه ولا لامعه بزاف. هاد الصباغه هادي الزيتيه كيف ما قلت لكم فمن الاحسن نستعملوها في السقف ديال الكوزينه الا بغينا نتفاداو هذاك البخار ديال الكوزينه هكا باش كتمسح مزيان. اما الاسقف العاديه ديال الدار ولا ديال الحمامات ولا ديال الكوزينه ولا ديال البيوتا فنستعملوا غير الصباغه ديال الماء ولا الكاوتشو كيف ما كنعرفوا، كتجي زوينه وسهله، ولكن كيف ما قلنا ما كتنظفش مزيان، ولكن كيف ما كنعرفوا السقف ما كيتوسخش بحال الحائط. شفنا النوع الاول، غادي ندوزو للنوع الثاني، هو الصباغه ديال الديكور حنا اللي كنعرفوها، ولا صباغه لا بانتور ديكوراتيف. هما الاسماء اللي كنسمعوا مثلا بحال خيال، فيروز، ابداع. هاد خيال وفيروز وابداع والفا تاكتو هادو سميات ديال شركات، كل شركه كدير واحد الصباغه ديالها ديكوراتيف كيف ما كنعرفوا، ولا صباغه ديال الديكور. هما كيتشابهوا مثلا
مثلا بحال دابا فيروز وخيال فهما راه نفس النوعيه ديال الصباغه، غير هي كل شركه شنو سمتها. هاد النوع ديال الصباغه فهي بيان سور فيها الكوش الاولى والكوش الثانيه، كيتشرى واحد جوج سطوله باش كتخدم هاد الصباغه. كنديروا الصباغه الاولى ديالنا لاكوش ديالها اللي هي لا باز، عاد كنجيو نديروا لاكوش الثانيه هي اللي كتعطينا هذاك لا تيكستور ولا داك الشكل ديالها اللي كتجي بحال الثوب ولا بحال الفلور حنا الا بغينا نقولوا. فهي ديكوراتيف كتجي زوينه وهي اللي ولات كتستعمل بزاف. كنديروها في الصالونات في البيوت، كاين اللي كيديرها في الدار كامل، ولكن انا شخصيا ما كنحام زعما ما كنبغيش نستعملها في البيوت، كنبغي نستعملها غير هكا في الصالون، لان دائما هاد الصباغات ديكوراتيف ولا ديال الديكور فهي كتعطينا واحد الجماليه واحد القيمه، ولكن كتكون شويه مشارجه لانها فيها شويه ديال البريون، كتجي هكا فيها شويه ديال داك اللمعان. هذا كيبقى اختيار ديال كل واحد. انا كنفسر لكم بعدا الانواع ديال الصباغه وعاد غنشوفوا كيفاش كنستعملوها. دونك هاد فيروز وخيال كيف ما فهمنا فهما غير انواع وسميات ديال واحد النوع اللي هو في نفس العائله ولكن ديال شركات بحال استرال، كولورادو، اطلس، بزاف اللي كيديروا هاد الانواع ديال الصباغه هكا ديال الديكور. من بعد عندنا ستيكو. ستيكو ولا اللي كنعرفوه كاين اللي كيسميه ستيكو ولا ستيكو، فهي بحال واحد الماده ديال لوندوي كتجي ولا بزاف اللي كيعيطوا لها كذلك الصباغه ديال الرخاميه ولا افيما. وعلاش؟ لانها كتجي لامعه، هي الحقيقه ديالها كتخدم بواحد لاباط بحال لوندوي وكتحك وكيدير لها واحد السيراج باش كتجي هكاك لامعه. واللي زوين فيها وهي كيف ما عرفنا دونك مي كتكون لامعه فهي كتكون صحيحه وصلبه وحسن من هذوك الاولين اللي دوينا عليهم لانها كتمسح سهل. هما في الحقيقه راه كلهم كاع الانواع ديال الصباغات ديال الديكور فما كيتمسحوش 100%. هذا راه غلط الا قال لكم شي واحد راه كتمسح فراه ما كيتمسحوش 100%. كاين غير احسن كيف ما قلت لكم، ستيكو كيبقى صح من الخيال وابداع، والخيال والابداع كيبقى حتى هو احسن من الصباغه العاديه. اما الصباغه ديال الزيت ولا اباز ديال ليسونس فهي اللي كتبقى صحيحه وكتمسح مزيان لانها فيها هذاك الماده اللي كتخليها هكا كتحميها من تشرب الوسخ ولا هكا الطبيعه ديالنا. اذا ستيكو كيف ما كنعرفوا كاين اللي كيبغيه بريون كاين اللي كيبغيه مات، الا خليناه مات ولا سومي مات فهنا كيشرب لينا الوسخ اكثر من هذاك اللي كيكون بريون كيكون هكا كيبغي. الجماليه ديالو فهي في داك لابريونس يعني في داك اللمعان ديالو. هذا كيبقى راي شخصي، انا شخصيا ما كيعجبنيش، كنبغي نخليها اما سومي مات ولا مات. كتجي زوينه كتجي بحال لوندوي سيغي، الا كتسمعوا لوندوي سيغي فهو تقريبا راه بحال ستيكو ولكن كيجي مات. دونك غنمشيو للنوعيه اللي من بعد منها وهي الصباغه الفنيه ولا ارتستيك اللي كيف ما كنعرفوا درت عليها واحد الحلقه. فهما صباغات بواحد لي بات هكا كنستعملوهم كنصوبو بهم هكا زواوق بيدينا، كنديرو هكا دي زيفي 3D يعني ثلاثيه الابعاد، كنقدروا نرسمو هكا شي رسم الا بغينا، نخالفو الالوان. فكاين بزاف الاشكال اللي كيجيو زوينين في هاد الصباغه. من بعد اللي دابا رجع الموضه وهي ترافيرتينو. ترافيرتينو كيف ما دويت عليها في واحد الحلقه ديال الصباغه ديال الخارج ديال لي فاصاد، فهي واحد الماده واحد لاباط كنخدموها وكتعطينا افي ديال الرخام. ترافيرتينو داكشي علاش كتجي هكا بحال امواج، حتى هي كتجي المنظر ديالها زوين في الصباغه. دونك هادو هما المهمين اللي دابا دارجين على السوق وكنسمعوهم بزاف، دونك عرفتيو الفرق بيناتهم. انا شخصيا غادي نعطي رايي ديالي في هاد الصباغات كاملين وغنقول لكم شنو اللي كنستعمل بزاف. انا شخصيا كنستعمل دائما الصباغه ديال الماء ولا الصباغه ديال الزيت ولا ليسونس مات، هما اللي كيجيو في البيوتا كيعجبوني لانه ساهلين دغيا الا وقع فيهم شي مشكل كتعاودوا في الصباغه وكيبقاو دارجين على الموضه ما كيطلعوش لينا كيف ما كنقولوا حنا في راسنا. اما هاد الصباغات ديال خيال وابداع وهادشي فشويه مشارجين، انا كنديرهم مثلا غير في الصالون. وهذه هي النصيحه اللي بغيت نقول لكم، فمين تبغيو ديروا واحد الصباغه فنيه ولا ديال الديكور فعافاكم استعملوها غير في حائط واحد، ما تستعملوهاش بزاف ديال الحيوطه الا داك خيال اللي بزاف كيديروها هكا في الدخله وفي الصالون فماشي مشكل. غير هو الا غنديروا هكا شي لون مغاير ولا شي ديكور مغاير فنديروها غير في حائط واحد، لانه كيولي بحال هو النقطه ديال الديكور بحال اللي غنديروا شي ورق الحائط ولا شي حاجه. دونك الا كثرنا واحد الدخله مثلا غنديروا فيها هاد الخيال ومن بعد هاد الحيط الاخر غنديروا فيه الالفا تاكتو واللي قبلته غادي نديروا فيه هكا صباغه رخاميه فكتجي الدار مشارجه، ملي كنبغيو نحطوا الاتات كيف ما كنقول لكم ما كتبقى القيمه في حتى شي حاجه. دونك الصباغه عافاكم دائما نحاولوا نستعملوا صباغه الوان محايده، دائما ما نستعملوش بزاف ديال الاشكال في الدار كامله، نحاولوا نستعملوا
ماكسيموم يعني اكثر نستعملوا غير جوج اشكال، يعني الا درنا خيال في الصالون نديرو ستوكو في الدار اللي بقات، الا درنا صباغه عاديه مثلا ديال الزيت ولا ديال الماء نديروها في البيوتا وفي الكولوار مثلا نمشيو به غير بستوكو مع الصالون، ولا بغينا نديرو غير حيط واحد مثلا حيط ديال التلفاز ولا حيط ديال الدخله، فهنا نقدروا نديرو الاشكال الاخرين بحال اللي قلنا الترافيرتينو ولا البوشوار. دابا اللي ولا حتى هو دار رجع الموضه، البوشوار هو كيف ما قلت لكم هذيك البلاستيكه كتكون فيها واحد الزواقه، كنجيو داك الزواقه نحطوها في الحيط ديالنا وكنخدموها بواحد لاباط ولا صباغه وكنحيدو من بعد داك البلاستيكه وتبقى داك الزواقه زوينه في الحيط. كنقدروا نخدموها هكا بالوان كتجي المنظر ديالها زوين، غير هو ما تكثروش منها، دائما ديروا غير تحيط واحد باش هكا نخليو داك القيمه ديال الحيط يبان بانه صباغه فنيه. دونك صبايغ كيف ما قلنا كاين المات والبريون والسومي مات، هذا كيبقى الاختيار ديال كل واحد. الالوان ديال الصباغه دائما ديروا لي شانتيون، هادشي قلتهم دائما في لي فيديو على فاش كنديرت الحلقات على الالوان، كنقول لكم دائما قولوا للصباغ ديالكم يدير لكم شانتيون في الحيط، يعني ايشانتيون ديال ثلاثه الدرجات ديال اللون، مثلا عزلتي والباج يدير لكم باج مفتوح شويه مغلوق وشويه مغلق منه، لان الصباغه كيف ما كنعرفوا اللون ديالها كيتغير على حسب الاضاءه وكذلك على حسب الضوء اللي داخل وكذلك اللون ديال البوله. دونك دائما شوفوا هذوك لي زيشانتيون بالصباح وبالعشيه وبالليل باش نشوفوا اللون كيفاش كيتغير، لانه الصباح كيكون كيبان لينا مفتوح في الليل كيبان لينا في لونه الحقيقي. الصباغه ديال الزيت كيف ما كنعرفوا فهي كتعطل في النشوفيه، كذلك اللون ديالها كيتغير ملي كنكونوا كنصبغوا، يعني الا شفناها في السطل فملي كنديروها في الحيط فكتبان لينا مغلوقه، اما الصباغه ديال الماء فالعكس، فملي كنشوفوها في السطل كنشوفوها مغلوقه، ملي كنحطوها في الحيط فكتفتح لينا. داكشي علاش دائما ديروا لي شانتيون عاد شوفوا، ما تحكموش هكاك اللون ديال الصباغه في السطل. غنوقف هذه النقطه وغنبغي نعطيكم واحد الفكره ولا واحد النقطه اللي خصكم كذلك تعرفوها، اللي كنسمعوها بزاف ملي كنمشيو نشريو الصباغه ديالنا، المعلم ولا السيد اللي كيبيع لنا صباغه كيقول لنا اين لون بغيتي ولا اين ريفيرونس. نعم الصبايغ عندهم لي ريفيرونس ديالهم ولا واحد النوامر ديالهم ولا كيتسمى الغال الار ال، هذاك هو واحد الكود ديال اللون ديال الصباغه، يعني هادشي في العالم كامل، يعني اي بلاصه مشيتي وقلتي ليهم عافاك عطيني واحد النمره اللي كتكون سميتها الغال مثلا اللون مثلا الخضر، غادي يمشيو يلقاو مثلا 03.05، انا ما حافظاهمش لانه راه كاين بزاف ديال الالوان في هذيك العجله ديال الالوان ولا في داك النيونسي اللي كيكون عند مالين صباغه. ولكن الا مشينا عزلنا هذاك الغال، مشينا للحانوت واحد اخر، مشينا لبلاد واحد اخر وعطينا هذيك لا ريفيرونس يعني هذاك الغال، فكنلقاو نفس اللون اللي شرينا. هكا باش الا بغينا نبدلو الحيط ولا وقع لنا شي مشكل فنكفيو نعطيو غير داك لا ريفيرونس يخرج لنا هذاك اللون اللي عندنا، مابقاوش نقولوا ما عرفتش هذاك الخزي اللي غادي شويه الكيوي ولا اللي غادي هذا. فالغال هذا تقني، واحد الكلمه تقنيه كيخدموا بها لي بروفيسيونيل وكذلك الناس اللي كيصوبوا الاشهار ولا الحوايج، فهذا كيف ما كنقولوا هذا واحد الكود اللي كلشي كيخدم به وهكا كيبقى اللون غادي بحال بحال. دونك الغال هو باش كنعرفوا هذيك الكود ديال اللون ديالنا وكيبقى هذاك اللون ديالنا معروف بهذاك النمره ديالو وكنقدروا نشريوه ونستعملوه في اي حاجه، حتى في الثوب حتى في كلشي نكتفي ونقولوا غير هذيك النمره ديال اللون ديالنا وكيبقى، لان الالوان كل واحد كيسمي، كاين اللي الباج كيسميه مثلا لولان ولا كريمي ولا بيج ولا طوب ولا هذا. دونك باش نتفاداو هذوك الاسماء لان كل واحد شنو كيسمي، فهذاك الغال هو اللي حل لنا هذا المشكل. من بعد الالوان كيف ما قلت لكم من الاحسن الالوان المحايده هي اللي كتكون احسن في الصباغه. احنا ما غاديش نهضروا على الالوان لان دويت على الالوان بزاف د الحلقات، اليوم غندوي على الصباغه وعلى الشكل ديالها. دونك الصبايغ اللي كيكونوا الالوان ديالهم مغلوقين، يعني بحال الخضر مغلوق الزرق مغلوق، انا النصيحه ما تمشيوش لي كولور ولا الصباغه ديكوراتيف دائما ولا ستيكو حتى هي ما كتجيش، دائما نمشيو للصباغه ديال الماء ولا ديال الزيت هي اللي كتعطينا اللون زوين. مي كنبغيو بانو هكا ولا واحد الشكل هكا ديال هاد اللون هكا اللي كيكون مخالف فكيجي زوين في الصباغه ديال الماء ولا في صباغه الزيت. الصبايغ ديال الديكور وهادشي ديال الخيال فما كيجيش اللون زوين لانه كيجي بحال اللي مطبع وبحال اللي موسخ. السقوفه حتى هما كنقدروا نصبغوهم كيف ما قلت لكم بالكاوتشو، راه كنكتفيو بصباغه ديال الماء.
اما اللي بغى الالوان فراه هذا حلقه خاصه ديال الالوان، يمكن لكم تدخلوا الحلقه ديال الالوان هكا باش تشوفوا واش السقوف حتى هما كنقدروا نغيروا فيهم الالوان ولا لا. الحيط كذلك الصباغه كنقدروا نخلطوا فيها نعم بزاف الالوان، ماشي ولا بد نصبغوا حيط واحد في لون واحد، نقدروا نديروا هكا بانداس، نقدروا نديروا هكا اعمده ولا مخالفين، نقدروا نديروا كارويات، نقدروا نديروا هكا واحد زواقه ولا على حساب لي تيم، مثلا البيوت ديال التيران الصغار نديروا هكا شي سحاب ولا شي حاجه، فهادو ممكن نديروهم نستعملوا جوج ثلاثه الالوان في حيط واحد ولكن في بانو واحد، لانه كيولي بانو ديكوراتيف ما كيبقاش حيط عادي. دونك هادو هما اهم النصائح والاشياء اللي خصكم تعرفوها في الصباغه هكا باش الا سمعتي ولا جا عندكم صباغ تعرفوا هاد الاسماء اللي كدور ولا دارجه هكا في السوق. الصباغه قبل ما كنصبغوا الحيط ديالنا، هذه هي اخر نقطه، وهي خاص الحيط يكون مقاد ما يكونش فيه العوجيه، لان لوندوي ما كيحيدش العوجيه، وراني قلتها وغنعاود نعاودها، لوندوي كيحيد لينا غير داك الشقايق وهذوك البلايص الرقاق. دونك اول حاجه كنحكوا الحيط ديالنا كيكون لوندوي ديجا دايز، كنديروا الكوش الاولى ولا الكوش الثانيه، بعد مره حتى الكوش الثالثه ديال لوندوي كنحكوه مزيان باش نحيدوا داك الحبيبات وداك لي زامبيرفيكسيون اللي كيكونوا في الحيط، باش كيكون الحيط ديالنا مقاد ليس عاد كنديروا صباغه. الا كان الحيط عندكم فيه العوجيات ولا ديفويات فنتفاداو الصباغه ديال الزيت ولا الصباغه اللامعه، نعم لان الصباغه اللي كتكون لامعه ولا بريونط فكتبين لنا العيب. دونك دائما الا كان الحيط فيه شي عوجيات نتفاداو هاد الصبايغ اللي كيكون بريون ولا لامعه، نمشيو للماط ولا هاد الصباغات ديكوراتيف هكا كتحيد لنا شويه العيب ديال الحيط. دونك صباغه كنديرو لوندوي هو الاول، كنحيدو العيوبه الا كانوا صغار، اما الا كانوا كبار فكنديرو القبس عاد كنصبغوا الصباغه ديالنا. وهكا نكون دويت لكم على الصباغه والانواع ديالها والاسماء ديالها. نتمنى ان هذه الحلقه تكون فاتكم. عزلوا الصباغه ديالكم على حساب النمط ديال الديكور، على حساب الميزانيه، وكذلك الشخصيه ديال كل واحد. راه ما كاينش شي واحد يقول لكم لا راه ستيكو حسن ولا خيال حسن، هذا كيبقى شخصي. انا النصيحه اللي غنقول لكم وهي كل ما كانت صباغه سامبل يعني ما فيهاش الديكورات بزاف كتجي زوينه وما كنعياوش منها. شكرا والى اللقاء في الحلقه الجايه ان شاء الله، وموضوع جديد ان شاء الله.